سوق الثلاثاء في منطقة المجابلين أحد الأسواق الشعبية التي تعتبر ملاذا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود لشراء مستلزماتهم بأسعار مناسبة. التفاصيل في هذا التقرير. الأسواق الشعبية وعلى اختلاف تسمياتها وأيام عملها إلا أنها تتشابه بأمور عدة، أبرزها الأسعار المتدنية مقارنة بمراكز التسوق الكبيرة التي تعرف بالمولات. فعلى غرار سوق الجمعة في منطقة رأس العين بعمان وسوق السبت بمنطقة الجويسمي في عمان، هناك سوق آخر بمنطقة المجابلين جنوب عمان يعرف بسوق الثلاثاء. سوق عادي زي أي الأسواق، سوق خضرة رخيصة وكويسة ومنيح، سوق شعبي. الناس تستنى قاعدة في يوم الثلاث من أول الأسبوع لآخر الأسبوع. ليش؟ شو السبب؟ لأنه بيفرق السعر. إحنا بنبيع بارخص من المولات. ليش؟ لأنه لا عنا كهرباء ولا عنا جار ولا عنا إحنا بنبيع برأس ماله وبأقل من رأس ماله بكل شيء. حناجر الباغة التي تصدح بالمكان تغازل بضاعتهم المفروشة أمامهم وتجذب كل من مر بالسوق. يرفع صوته ويلحن كلماته ليلفت الأنظار لبضاعة إن لم يبعها خلال ساعات العمل المحدودة للسوق فإنه سيعود بها لمنزله. سوق الثلاثاء هو سوق شعبي بامتياز يرتاده المواطنون من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، فأسعار المنتجات المعروضة بمتناول الجميع كما يقول مبتاعها. والله الحمد لله كويس وتجار كويسين والبضاعة الحمد لله زي ما انت شايف ما شاء الله. والله الأسعار كويسة والله يجبر عنهم، والله يجبر عن المزارعين ومساكين هذولا، الله يا رب يجبر عنهم بجال حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والله كويسين أولاد حلال وعندهم عيلات وعندهم أولاد وعندهم كذا، بدهم يا سيدي يعيشوا حالهم بالعرب يعني. هذا سوق شعبي ممتاز الحمد لله، والناس كل بطاطا ب25 قرش، هذا فضل من الله عز وجل. الفول والحمد لله أسعار ممتازة الحمد لله. ما يعرض في السوق من خضار وفاكهة بكافة أصنافها وألوانها الزاهية وكل ما يحتاجه المنزل من أدوات للمطبخ وكهربائيات، بالإضافة إلى أحذية وملابس جديدة ومستعملة. وبرغم تفاوت جودتها بين بائع وآخر إلا أنها باتت هدفا للكثيرين ممن يبحثون عن الأسعار القليلة على حساب الجودة. رعد بن طريف، رؤيا.